मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिलावत कलाम रब्बानी के लिए आली जनाब मौलाना सैयद अमीर हसन साहब कबला की खिदमत में कि वो माइक पे तशरीफ लाए और तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज करें। आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए एक बुलंद तरीन नारे सलवात भेजो। सैयद भाई आइए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلِ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق علي العظيم صلوات محمد وعلى حضرات محترم علی جناب مولانا امیر حسن صاحب قبلہ تلاوت کرم ربانی سے آپ کے اذہان عالیہ کو تک پہنچا رہے تھے اور یقیناً کیا خوبصورت آواز کے ساتھ لہن داؤدی کے ساتھ تلاوت کلام ربانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔